اهلا بحضراتكم من جديد وفقره جديده مع ما زلنا في الحلقه الخاصه مع الكابتن فتحي نصير. زي ما قلنا الصندوق الاحمر للكابتن محمود الخطيب. واكيد الكابتن فتحي نصير قبل الفاصل كان بيستطرد عن فكره زيارات الكابتن محمود الخطيب والهدايا اللي كان بيرفض تلقيها الكابتن محمود الخطيب. اعتقد ما زال في الجراب بقيه لموضوع الكابتن محمود الخطيب في استرداد تاني اي مبالغ بتجيله من اي حد شخص كهدايا. يعني هو طبعا احنا قلنا دي بالنسبه لسلطنه عمان ورفض ورفض انه مش رفض يعني اعتذر ان هو جاي يكرم الناس مش جاي هو يتكرم بالظبط. ونفس القصه كانت مع الامارات مع الشيخ سعيد مرض الشيخ سعيد برضو عندنا موقف يعني يتقال. كان فريق النادي الاهلي للناشئين بيلعب في دوره دوليه وديه في نادي الواحد عاملها وكان موجود في الفرقه دي اللي هي الفرقه الناشئين كان فيها شريف اكرامي وكان فيها احمد مدعي المجموعه دي كلها كان في بدايه وكان كابتن خطيب امين صندوق النادي الاهلي وكان الاستاذ عمرو فاروق اللي هو النائب الرئيس دلوقتي كان رئيس البعثه. الخطيب كان في فرنسا كان في المانيا عشان برضه بيعمل تشيك للعلاج بتاعه فبيكلمني قلت له ايه رايك تيجي تفوت على الامارات يعني تقطع تذكرتك تفوت على الامارات وتنزل على مصر في ماتش النادي الاهلي هيلعبه النهارده يعني بعد يومين يعني هيبقى هو بيكلمني في قبل النهائي فتبقى حلوه كويسه منك انك جاي تشوف الشباب واو كده كده. قال لي طيب المهم نزل دبي والمباراه دي كانت في ابو ظبي رحت الى دبي جبناه وجي قعد اتفرج في الماتش في المقصوره الرئيسيه. اثناء المباراه وقبل ما ينتهي الشوط الاول جالي ممثل الشيخ سعيد بن زايد بيقول لي يا كابتن فتحي الشيخ عايز كابتن محمود يطلع له فوق في مقصوره خاصه كده بتاعت الشيوخ انه يقعد فيها كده بالازاز ليه؟ لانه هو عرفه قبل كده من يوم ما رجع له الفلوس. فطبعا الخطيب بقول له كذا كذا يا محمود الراجل عايزك شيخ سعيد وكده قال لي ما اقدرش اطلع. قلت له بقول لك شيخ سعيد قال لي ايوه ما اقدرش انا مش رئيس بعثه انا جاي ضيف رئيس البعثه لعمري فاروق العمل المؤسسي رئيس البعثه لعمري فاروق مش انا العمري هو اللي يطلع اذا كان هو عايز يقابل وبعدين موجود كمان في السفير السفير ده لازم لكن انا اطلع بصفتي انا جاي امين صندوق النادي بس انا جاي كده كان فارق عادي. وصلت الرساله للمندوب طلع للشيخ سعيد كان بدا بين الشوطين بدا تقرب فقال له يا كابتن بس انا مش هقدر استقبل استاذ سفير لان انا لابس شورت وفانيلا. فاذا بروتوكوليا البروتوكول يقول ما اقدرش ان انا اقابل يعني سفير وهو مسؤول في الدولة ابن الشيخ زايد مسؤول في الدولة فحسنا كده الموضوع انتهى. لقيته كان بيكلمني برضه جه بعد كده بين الشوط الثاني قلت له ايه في ايه ده اللي هو ممثل الشيخ سعيد قال لي خلي الكابتن يتأخر شوية ما يمشيش بعد الماتش على طول. قلت له يا محمود الوضع كذا 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 قلت له قال طيب في ايه المهم جه احسن لاعب نزلنا محمود الخطيب ايه يسلم الجائزة. يسلم الكاس لاحسن لاعب وكده كان الشيخ سعيد كلم اخوه اللي هو الشيخ دياب اللي هو رئيس النادي دلوقتي دياب بن زايد قال له البس انت اللبس الرسمي بتاعك اللي هو الغطره والعقال وكده وتيجي عشان ترحب بوفد النادي الاهلي بمحمود الخطيب والسفير وطبعا رئيس العمري فاروق فكان موقف هو نفسه سعيد بن زايد بيقول لي ايه الراجل ده بعد كده بيقول لي ايه البني ادم قلت له ماله انا فاكره زعلان قال لي لا ده يعني مثالي اكتر من لازم ويعرف الاصول قلت له ازاي يعني قال لي اولا ما اقدرش يطلع لان في رئيس بعثه رغم انه ده امين صندوق وده عضو قلت له طيب قال له ما رضاش يطلع عشان في سفير اذا انت بتحترم دولته قال لي فعلا ليك حق تقول ان ده محمود الخطيب الناس بتحبه انا دلوقتي فعلا بحبه وبقدره ومن الشخصيات اللي انا بعتز بيها وعرفتها درس بدون ما يتكلم كابتن محمود الخطيب هو ما اتكلمش درس بدون ان يتكلم انا بقول لحضرتك درس وهو صمت وما اتكلمش خالص بصيت ده حصل واقع وكلهم
احياء يرزقون. يمكن السيد عمرو فاروق يمكن ما عرفش القصه دي دلوقتي. دي اول مره يعرفها. نقول للسيد عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ان دي اول مره يحكى الواقعه دي من كابتن فتحي نصيري. دي حقيقه يوميها لما كان النادي الاهلي هناك وهو كان رئيس بعثه ورفض الكابتن محمود الخطيب يصعد الى منصه سمو الشيخ سعيد بن زايد النهيان على اساس ان هو ما يقدرش لا يمثل صفه رسميه موجوده كده. كنت في احد الحلقات السابقه انا وفارس